ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولك اخي يعني كان ضروري هالامتحان؟ ايه ضروري. والله انا خايفه ليقوم يرد يفتح جرحك. لا تخافي اختي، لا تخافي. سيدي الاذا حسن يا مو، لا تنسى تقرأ آية الكرسي قبل ما ترفع الحجر. إن شاء الله يا أمو، بس أنت دعيلي. تقبرني، الله يقويك ويحميك يا رب ويكون معك. يلا. الله يقويك، الله يرضى عليك، الله ينصرك، الله والنبي مع ربي وملائكته يساعدوك بحمله. لسه ما بيان. شو مختار تأخر شاعر ما هيك؟ كل تأخيره وفيها خيره إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بجوز لقى حاله مو قد الحمل قام فركها. أخي شاعر قد وقدود، بس إذا كنت أنت أبو ضايت تعال حمله لشوف. بس خالي بس، الله يرضى عليك. إجا شاعر يا شباب. آه إجا إجا. حيوة فهد. أهلا فهد. عن إذنك مختار. إذنك معك خالي شاهير، الله يقويك ويشد أزرك. الفاتحة على روح العقيد عياش، وروح المرحوم أبو أدهم، وروح كل العقدة. صاب زيدي شاهير بده يرفع حجر عياش. خير ان شاء الله. اي زادر يزحزحه. الله حيو فهد. الله يشيل معاه. والله رجال الطهر رجال. حيو شاهير فهد. حيو شاهير. الله حيو فهد. حي بيت فهد. الله حيو. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي. الله يقويك حيو فهد. طالع انت عقيد حارة عياش. الله حيو عقيد الحارة وشبابها تحت امره. الله حيو. ما بدنا زلغيت يا جماعة. ما حدا يزلغت يا حريم. مبروك عقيد، مبروك. وين سلاحات العقيد؟ مالي شايفه. ولا عقيد بدون سلاحات؟ خلصنا يا ريم، خلصنا بلا كتر الحكي. شبك يا مو؟ ما في شي يا مو، ما في شي. ايه عم تقلي ما في شي؟ متخانق انت وحدا؟ ماني متخانق مع حدا. لكان زعلان لانه شاهر صار عقيد الحارة؟ لا يا مو، أنا ماني متضايق لأنه شاهر صار عقيد الحارة، شاهر بيستاهل. بس أنا متضايق لأنه الله هيك خالقني قصير وصغير، ما حدا عامل لي اعتبار مع إنه شواربي كبار. لك يا تقبرني، الرجال مو بطوله وعرضه، الرجال بعقله وأخلاقه. قوم يلا، قوم اتعشى ونزل على الخان، لأنه الجماعة حاطين أملهم بالله وفيه. قوم. ماشي يا مو ماشي. عقله وأخلاقه. قولي قولي يا مرت عمي قولي. شبك شبك شبك. عم يجيني طلق. أنا طلق لسه مالك حتى شهرين. شبك. روح جيب الداية مشان تولدها يا مو. لا ايش الداية لك ابني، لا ايش الداية. قولي لي شو عم تحسي؟ عم حس بمغص قوي كتير كتير. يا لعيونك، ما كدر ما اكلتي شاكرية ورز بحليب. روحي روحي اقضي حاجة بترتاحي. روحي عمي. الله يبقى سيران. لك يا عمي والله مالي خلق لا على السيرين ولا على غيرها. يا مو الله يرضى عليك، يعني هالبنات والله طق قلبهم بهالبيت، خلينا نشممهم هوا، بعدين انت واعدهم بسيران. يعني ما فيها منقودية يا مو؟ يو منقودية شو؟ هو سيران.
ماشي، جهزوا الاغراض لكان ومعمر جيب عرباي. الله يخليك. شلونك اخي؟ تكيف بكون عندك العرباي؟ اخي الاغراض كلها جاهزه. ايوه الاغراض كلها جاهزه. تيلي معناتها انت ولكن القصه يا عم خيبر. لا يوه لا ابدا، والله والله هي صباح ونجاح. لنا عم بنقف فوق راسي. صباح ونجاح تيلي معك. ايه مبين. رح ناخذ كل سيره واحلى سيره كمان. ليك ساعات تعيس علي شوي. ابن عمي اخذ لك معنا الارجيله. هلا هذا سؤال بيصير، بيصير سيران بدون ارجيله؟ وين سميحه؟ راحت مع اهلها. مالك بدها تمشي معنا على السيران؟ قال بدها تودع اهلها وتشبع بطنهم قبل ما يتيسروا على الحج. الله يخير ان شاء الله. يلا يا ابن طولين. لا يلا اي استكري الحنطور. ابن عمي؟ نعم. شو بدي اقول لك؟ بدنا نروح على الربوه. الربوة؟ لا الربوة، ما كنتوا عم تنقوا لتروحوا على الغوطة. ملينا من الغوطة، الولاد حابين يروحوا على الربوة. هاي مثل ما بدكم، يلا رايح استكري الحنطور لبين ما تغضبوا الغراض تبعنا. يلا سلام. يلا يلا. بدي اعرف شلون بدك تتجوزي على هالشغلة. تساوي لي مجروحة؟ يلا عمي هلا بس نخلص غدا بسوي لك مجروحة. الله يعطيك العافية يا أبو موفق. يلا انزلوا انزلوا نشوف. يلا تعال يا أبي تعال. هات لك. يلا حميد أخي اطلع شوف مين في وراك. مسيك أبو موفق. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعوض عليك. الله يعوض عليك. الله يعافيك ويسلمك. يلا يا ابي يلا يلا امشي. والله هات امشي. لعمة شو جاب هذا الواطي لهون؟ نزل عن وشك انت وياها. شبك شوفي؟ شو جابوا لابن العياش لهون؟ لسه لاحقنا من قرني لقرني. شو بعرفني؟ والله ما بعرف. مشان هيك بدكم تجوا على الربوة مو هيك؟ والله يا رجال ما بنعرف انه هن هون. والله البنات مشتهيين يروحوا على الربوة. يلا خلينا نغير القرنة. يلا بختار بدون مفتاح مشان يطالع السيف والترس ويعطيهم لشاهر. ليش شاهر صار عقيد؟ ايه وعمل امتحان كمان. هلا المرحوم ابو ادهم عقيد وشاهر عقيد. الله يرحمه. بس والله شاهر بيستاهل. ابو ضاي وصاحب نخوي. ايه كتير بيستاهلوا ابو ضاي. تقليله فشرة عيونه التنتين يحمل سلاحات عياش، والخنجر والعصاية اللي كانوا مع المرحوم لما انقتل بدهم يرجعوا غصبا عن راسه. هدول ما بيحملهم الا ابنه بعده للمرحوم. عم تسمعيني ديبة؟ ان شاء الله بتقومي بالسلامة وبتجيبي صبي وبصير عقيد كمان. بس هلا لازم شاهر ياخد السلاحات. عم قلك فشرة عيونه التنتين. مساء الخير. اهلين مساء. مرحبا. اهلين مساء. شو شبكم؟ كأنكم مالكم على بعضكم هي؟ يا مو سميحة، مين قال لسعاد إنه الربوة أحلى من الغوطة؟ أنا قلت لها، إيه والله الربوة أحلى، ليش شو في؟ ما في شيء. سمعت يا رجال؟ يا بي، شو القصة؟ لك خلص، طولي هالسيرة بقى. خلصنا سعاد. والله عمي حنون وقلبه طيب، بس هو هيك اخلاقه ضيقه شوي. بس دغري بيروح بدنا نتحمله. شو بدنا نساوي؟ لك والله مليت يا سميحه وحياة الله مليت. لسه كل ما بدق الكوز بالجره بيجي ببهدلني وبيشك فيني. لا ايو هو ما بيشك فيكي، بس بخاف عليكي وعلى سمعته. وانا بحياتي ما رح خلي حدا يوسخ له سمعته حتى لو بدي موت. سلامه قلبك من الموت تقبريني. شو قصتها الحربي؟ كل ما عم تيبس راسها ما في خواص. حرمي ناقصة. والله ما عطى ايدي الا كرامتك يا عقيد يا كبير العقدة. ايه الله يرحمك يا ابو ادهم. نصري
يا نصري. ايه يا عقيد؟ مور عقيد. وينه هذا عبوه؟ عبوه؟ والله ما بعرف يا عقيد، من يوم ما اشترى هالشبرية هو عم يضط، ما حدا عم يعرف وين عم يروح. شلون صارت فرس المرحوم؟ والله يا عقيد ما منيحة منوب، لا عم تاكل ولا عم تشرب، صفيانة جلدة وقضمة. اجا البيطار شافها اليوم؟ اجا شافها. شو قال لك؟ ما بعرف شو بدي له. لك احكي لي شو قال لك نصري؟ قال يا عقيد الفرس اذا متعودة انه صاحبها يدللها وما تاكل الا من ايده، اذا ما تتزعل عليه بتموت ورا. اي والله مزبوط هذا الحكي. دير بالك عليها منيح وطعميها. تأمر عقيد غيره. سلامتك. سلام. أمانة يا جماعة، تسلمونا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام وبارك عليه. وادعوا لنا هنيك إنه الله سبحانه وتعالى ينادينا لزيارة بيته عن قريب. آمين. عليم الله، عليم الله إنه روحي عم تفرق فرق على هالروح. أيوه. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. الله يحرم منا مخلوق بجاه الحبيب محمد. آمين. إيه يا جماعة، ما بدي وصيكم، الحارة أمانة برقبتكم، وخص نص أبو لطفي وفهد. لا يكن لك فكري مختار، أنت تيسر ولا تشغل بالك منه. لا عيونك عمي أبو وضاح، إن شاء الله منكون عند حسن ظنك وبضل رأسك مرفوع. وشو صار مشان سلاح عياش؟ أرملت المرحوم بعتت لك المفتاح؟ إلا ما يجي يوم تبعتهم مختار، أنت لا تشغل بالك. الله يصلح الأمور. ومشان حارة الكوم يا جماعة بتتركوا لي هالموضوع لحتى أرجع. وتارب أدهم مختار؟ تارب أدهم يا عقيد ما حدا نسيانه، بس أنا حاسس أن الموضوع في إنا، يعني مالي متأكد أنه أهل حارة الكوم هن اللي وراء قتله. خلونا نتروى. إيه مختار؟ وإمتى لازم نتهون إذا الله راد؟ بعد صلاة الصبح إن شاء الله، المهم إنه نوصل على دوما قبل ما تطلع الشمس. إن شاء الله. يعني ناويين تروحوا مع قافل دوما؟ إيه والله يا أخي، الدوامني طيبين وبيترافقوا. إيه والله، والنعم منه. نحن رح نروح معهم بس بدنا نرجع بالببور، لأنه رح نتأخر هنيك.